بون بنات الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم اليوم؟ كيف فقنا معك ميمي دبيا؟ زي 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 قفيطيتك. ان شاء الله صباح الخير، عيد مبارك سعيد مره اخرى، تعيدوا تعاودوا بصحه وسلامه وطول العمر ان شاء الله. واش ارتاحيتوا شويه؟ واش نطينا شويه؟ انت باش يديكم باقا فيهم ريحه الكرشه ولا لا؟ شنو ما كيبغيش تحيد داك الشيء والله. ان شاء الله كنحاربوا انا بشويه. راه كاتنا بجافيل صافي ما عرفتي راه ما كاينش. ايوا الله يخطيكم علينا. اليوم صبحنا لابسين قفيطنا، قفيطنا تخفافين زويونين ديال لالا امل. لالا امل هي قفطان الناسيب اللي كاين في المسيره جوج في تماره، وان شاء الله غادي يكون افتتاح ديالها في بلاصه فنه، غتولي جارتنا ان شاء الله. راه اللي تنحبوه تنبغيو نجاوبو حدانا ما شاء الله على قفطان الناسيب. والتليفون ديالها هو اللي دايز في لا فيديو. ها هو بنات الخير، شوفوا لي شوفوا لي معتي، شوفوا على التطريز كيف داير. شتي شحال غزال؟ زوين بزاف. راه نفسه البنات هما اللي لبست لكم في الافتتاح. وشوفوا لي معتي التطريز غزال، شوفوا النوار اللي هو لبسنا ماتي ماتي. ماتي ماتي ضروري. وها هو انتم البنات راه شكلو زوين بزاف. انا غادي نجيب لكم حتى الفولاغ ديالو، معتي عطاتني بالفولاغ. بالفولاغ هادو راه صيفطاتهم لي في العيد سليمين ديال رمضان. ديال رمضان في عيد الفطر ديال رمضان وما لبستهمش، ولكن بقات تاخذت فاطمه البلون ديال وانا نقولها عارفك انا غنجيبو غنلبسو حتى انا. الله الا رائع. قالت لي غادي نلبس حتى انا بحال ديالك اللي لبستي في الافتتاح. قلت لها عندي في النوار موجود. مشيت لداري خديته. راه فاطمه قريبه لينا، راه هاد البلاصه هادي الناس اللي تيسولوا على لوكال ديالك فين جا في تماره. تماره قريبه ان شاء الله. قريبه من ولاد نتاعي. اي ان شاء الله في الفيديوهات الجايين غادي نوريكم هاد الاراضي، نوريكم كيفاش بشحال تباعوا، نوريكم حتى المكتب البيع ديالهم ان شاء الله. ومرحبا بينا عند ضيافه فاطمه عند كاميليا الله يحفظها لينا. شوفوا لي شوفوا لي اش كاينين الطلعه ديالي. ها هو اش كاينين لي غزال هانتوما هكذا فهمني. ها هو فاطمة لالا امل تبارك الله عليك. جاكم فاطمة زوين ما شاء الله. زوين واش عجبني انا كيبين ولا لا؟ لا حاجه مخير زبيون. ويلاه فطروا معنا، دوزوا معنا نهارنا عند فيلا كاميليا وعند هاد بنت الخير هادي اللي تنحماقوا عليها. تبارك الله على ميمتها. اليوم راه عيد ميلاد ديالها، عيد ميلاد سعيد. هابي بيرثداي. عيد ميلاد سعيد وجويز انيفيرسير والله يفرحك. واسك اسفوا ياك تيقولوا لا امباركي. لا مامو ديالها عندها عيد ميلاد، قالت لنا شرفت باقا صغيره وغزاله وكلشي بغاك، كلشي في لي فيديو كتب عليك غزاله وفنه. يلا مسكينه مريضه دعيو ليها بالشفاء، هما يدعيو معاك بالشفاء ان شاء الله. الله يحفظها لينا يا ربي والله يحفظها. بارك الله. هاد اليمات هادي عندك العرايسات، عندك الخدمه ان شاء الله. العرايسات صافي غادي ينطلقوا معاك انت المدرسه. شي كيبقى حتى لشهر 7 شي حبس في شهر 6 وعاد العيد وهذا كانوا العراسات شويه قلالو. دابا تبارك الله ورا العيد يا غوندي. لا الحمد لله كاينين ديك اليوم فنين، مشاو عند كاميليا وعجبهم الحال الله يكمل عليهم بالخير. وان شاء الله نوريكم شي عريس نحضروا ليه ديال السيده اللي في لوموا اوت ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ودرتي لنا اختي رغيفات وهذا الشيء. علاش انا كنهضر لك مخليه الخدمه وتهضر لي على هذا؟ راه الخبز العامر ديال الرشيديه، مسلم الرشيديه غادي يعرفوه. خبز عامر ديال بصح ماشي داكشي اللي كنشوفو في الرباط ديال الرشيديه. انتي الاصول ديالك منين فاطمه؟ بابا اصلا من الرشيديه. تبارك الله عليك اختي، تبارك الله عليك الله يحفظك. رشيديه وبلال وداكشي خلطه ديال الطاليان. هي مزيوده في الايطالي ولا مامو ديالها عايشه في الطاليان، ولكن الاصول من الرشيديه. تحيه للناس ديال الرشيديه وتحيه ل راه ديريكت هاد السيده دايره نيشان. وتبارك الله عليكم. ويلاه ونفطروا نجيبوا وليداتنا يفطروا. هانتوما هما الوليدات راه جالسين تما مساكن دايرين لينا. يلاه الله يفرحك لاله يخطك عليا. هانتوما شوفوا درت لكم هذا الشال ديال هاد العبايه هادي، ماشي عبايه ديال القفطان. ولفت العبايه ولفت العبايات اللي عندي. شوفوا الشال ديال القفطان البنات اللي عاملين الفولار. ها هي امل راه ما تتنساكمش، تد لكم حتى الشيلات ديال القفيطنات كيف ما هما. شوفوا فيهم لاطوش ديال الاكتيفات تيجيو غزالين بزاف. فيهم نفس الرشيمه ديال نفس الرشيمه اللي كاينه بحال هكذا هانتوما في الكميم. ها هي نفس الرشمه اللي في الكم كاينه هنايا، ما حتي تيجيو رائعين بحال هكذا بهذه الطريقه هذه. ها هي نفس الرشيمه اللي كاينه بحال هكذا
في هذا خاصهم يعرفوا عيا صيبوهم تيجيو زويونين. المهم حنايا الوليدات ها هما دايرين الدجاجه سمحوا لي دايرين لينا اصداء من داكشي عنديهم يعوموا دابا ولا بيسين اختي غير هنايا خلينا غير هنا ايوا دابا راه بنادم فاش كيكون عنده لابيسين عاد كيبان ليه البحر ها خاص ضروري يلقاو شي حاجه ناقصه وري معيشه اللي دايره الله يعطيكم الستر بغيت نتصور انا ويا بشيله قالت لي جاوبنا زوينين ما شاء الله هادو الشيله اللي غيدخلوا ان شاء الله المونا في شهر 8 ان شاء الله هذاك شي طاليان طاليان نقلبوا شويه دابا انا البارح علاش تنقول لكم حنايا خارجين خدمه في الانستغرام مشينا تنعزلوا انا ويا جلسنا بلا دراري باش نعزلوا درنا لي كوموند ان شاء الله هي غدا في المواويت هي كيلو ان شاء الله غدا ليطالي ان شاء الله تجيب لي كسيوات باش ما تخلاش واحد العروسه راه متبعاك منى كاينه هي في 5 في 8 انا غنمشي نهار 6 في 8 ما تخافيش لا هي 4 في 8 انا 5 في 8 ان شاء الله يا ربي يدوز العرس ديالها اللي ان شاء الله اخر عروسه عندك في سميت ولا باقي لا عندي حتى لي رونديفو غير واحد 5 جو حبسهم غادي يكونوا البنات غيمشيو البنات ان شاء الله يا ربي المهم تمشي ليطاليا تجيب لي كسيوات فني ندير لكم الكملام وتجيب لي هادشي 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 شي لا حرير حرير هالو منى هالو هذا وليدها ولدي تزعط في منى حمق عليا تيقول لي هالو منى هالو هادو البنات هاد الشيلان هادو ها هما راه شي حاجه اللي غزاله هما برا كيديروهم على بحال اللي كاشماي وداكشي علاش كبار وحرير ولكن حنايا اختي غنديرهم فولارات جو فنين فولارات حرير جو رائعين بزاف يمكن لكم تقدم هالو منى هالو انا جيت هذا وليده ولدي حمق عليا وانتم البنات هما لي شال فنين تبارك الله وحتى بالنسبه لهذا البلون البلون عاوتاني حاله خاصه شي حاجه زوينه نشد لك اختي نشد لك والريمره انت هي المانكا ديالنا دابا هانتوما شوفوا البلون ما شاء الله الفن ديال الفن جهه غزال وتبارك الله على امل ما شاء الله عليك يلاه معنا البحر يلاه معنا نعوم شي شويه هنايا عاد نمشيو شويه في لابيسين ونمشيو في العشيه ان شاء الله يا ربي مهم مرحبا بكم دوزوا معنا نغير فن وسينوا لي الكوليكسيون اللي جايبه ليا كامل ايطالي شي حوايج جداد ان شاء الله والثمن مناسب غنتقاتل باش يكون مناسب اصلا حنا غادي في لا بيريود ديال لي سولد باش نقدروا نجيبوا لكم شي حاجه اللي تقدر مناسبه بثمن مناسب ان شاء الله المهم بغيتهم يتبعوك بغيتكم تتبعوها البنات من تكون ان شاء الله غدا لهذا اللي تالي بغيتكم تدخلوا معها راه داكشي علاش تنحفزها عافاك ديري لينا قناه باش البنات او ميم طو يكونوا معاك هادي اللي اختاريتي يختاروا معاك التعاليق يساعدونا حتى البلايص كيفاش ان شاء الله يا تالي واللي بغى يدور هذا ان شاء الله وان شاء الله انا غادي نمشي معاها تلوم وان شاء الله يا ربي تل البرد تلي صلت البرد ديك الساعه لي مونطو داكشي خاص ضروري يمشيو جوج باش يجيبو نقول لكم سلعه فنه ثمن مناسب وذوق رائع ذوق رائع ان شاء الله يلا الله يحفظك يلا معنا البيسين نبدلو حويجاتنا نهبطو البيسين حنا وليداتنا نبدلو شويه الجو ولكن ما شاء الله عجبني حتى الباب غزال انا تنبرقق لكم البنات انا شويه ونطلع لكم للدريسين قبلاتي غير واحد شويه ونطلع نوريكم الدريسينغ ديالها تيحمق زوين خذوا غير افكار خذوا فكره حنايا دابا انا بقفطاني غادا ندور ليها على الدار ونبرقك هاهي البيسين غزاله نمشيو دابا نديرو واحد العومه واحد شويه وديك الساعه نبرقك لكم في الدريسينغ وشحال من حاجه وهانتوما شوفوا لي الفن لابس البلون والله الا فركساتنا امل اللي طيع علينا الله يعطيها الصحه تبارك الله على قفطان ناسي ما شاء الله عليك وان شاء الله في الدخله ديال الدار نلبسو تكيشطات من عندك غير وجدي لينا الكوليكسيون ديال التكاشط وديال القفاط معتي كاميليا راه ما عندهاش مع البلدي ولكن مع امل قفطان ناسي انت تحمق على هذا الشيء الا كانت شي حاجه خفيفه ومتقونه وراقيه علاش لا لا هي تبارك الله كلاس حالك لا يعطيها الصحه يلا معنا تشوفوا دريسينغ تشوفوا بحال هكذا نهارنا كيف غادي يدوز نهاري مع كاميليا اليوم الله يحفظنا يطول هنايا باش نوريكم غير البيوت ديال الناس معتي ما شاء الله هنايا ها هي كاين هاد الشومبر هذا وشوفوا ديك الطريقه ديال البيبان فنه ما شاء الله كاين كاميليا انا اختي انا اختي انا جاي نوريك كنت الدريسينغ البارح كنا كنقولوا حتى ندير انا قناه ان شاء الله ونوريه لكم ولكن منى قالت لي ما يمكنش تخسر لهم خاطرهم كلشي بغا يشوف الدريسينغ ايوا قبلوا عليه واخا مازال ما مكملش مازال خاصو لي زاكسيسوار ومازال ما مرتبش مزيان المهم قبلوا عليه دابا صافي اون سيمين هادي راه بنات الخير يلا اسبوع باش تحولات باقي ما رتبتش باقي ما قادتش دخلوا تشوفوا الدريسينغ ديالها ما عطيتش كيلو غزال وهذا هو اللي صايبوا لك السيد اللي صايب الكوزينه هو اللي صايب الدريسينغ راه التليفون كاين في صندوق الوصف كليكي وغير على العنوان عتلقاو التليفون في صندوق الوصف
ديال اللي صايب الكوزينه هو اللي صايب تبارك الله عليه يعني في الحقيقه صايبو رائع. تنبداو بالتشويق اجي تشوفوا دغيا سربه ولكن ما شاء الله تيصيب داكشي زوين. وشوفوا لي حنايا راه عجبنا الشيلان وعجبنا هادشي بقينا بيه هما الصباح يا اختي العيد براسنا بعيد علينا من الجين ومن الكسيوات. اول مره نحس بهذا الطعم ديال العيد الطعم ديال الحويجات ديال هادشي مولفين تنلبسوه وتنخليوه غير معلق بحال هكذاك. شوفوا اليوم سبحان الله العظيم في الكتاب نلبسو اي والله يحفظك ليا يا ربي وتبارك الله على امل. عاد بقاو نقولوها لك تيسالي الفيديو لانك تستحقين هادشي زوين زوين ما شاء الله فن تبارك الله عليها. احتي انت فرحتينا هاد العيد. شوفوا لي دريسينغ انا نقلب لكم الكاميرا شوفوا معايا دريسينغ كي جا زوين ما شاء الله. انا ربيت ماكي من عندها هز ودير ودير فاطمه ورينا هادشي يا اختي مسكينه قالت لي راه باقي ما قديتش باقي ما تقولوا عليها نوريكم الافكار اللي تقدروا تتوحاو منهم هما اللي نقدر نوريكم دابا مي سينو مازال ما مرتبش. انا خليت واحد لابارتي كلها دريسينغ خليت تقريبا واحد البيت كامل دريسينغ راك عارفه الحويجات ولكن ماشي مساحه كبيره راه تبارك الله هكذا صغير ولكن الطريقه باش صيبها ليها زوينه زوينه ما عرفتي الطريقه اللي فن بحال هكا شويه ضاوي درنا فيه واحد الشريجم صغير باش يبقى ديما ضاوي اييه مشمش مزيان ما عرفتي تبارك الله زوين. هنايا درت حويجاتها راه باقي ما طواتهمش باقي السيده البنات اللي عندها في الاكسسوار باش تاخذوا فكره هادو ديال السبيرتاج كنبقاوش نقلبوا وندخلوا هذا تتجري لعندك البلاطو ديال لي سوندال ولا المهم كل واحد اش يدير فيه شنو بغا وتتختار على خاطرك تي وليتي يبانوا لك حويجات كتبلك الصنداله وهذه اللي اختي داكشي مفركس وغزال طلع بجلي والذوق الذوق راه داكشي علاش نقول ديري لينا قناه ورينا داك الذوق ديالك الراقي. شوفوا هذه فنه زوينه طالي شوف كتبقى البصمه ديال الطاليان فاش كتكبري في الطاليان ولا غير كتعيشي فيها كتبقى البصمه هذوك الناس كيبغيو يتهلاو في راسهم سبحان الله. وانا عاشق زعما الاوروبيين كاملين شوفي ولادنا شوفي ولادنا ما تديوش عليهم عاشق الاوروبيين كاملين بالحق بحال الطاليانيين ما كاينش ناس اللي عايشين في طاليان غادي يكونفيرميو معايا هادشي عزيز عليهم الاناقه كيخسروا على راسهم في الحوايج في لي سولد راه كاملين هادشي كنشريو في لي سولد راه ما شايطش علينا راه كل واحد مقاتل مع الزمان راه تبارك الله الدراري والقرايه والخدمه المهم كاين المصاريف عطا الله بالحق كتاخذي وقيته في لي سولد الثمن راه كيهبط حتى ل 70% في لي سولد راه ماشي كيكونوا بحال دابا الناس اللي عايشين في طاليان ولا اللي كيعرفوا لي مارك مزيان راه غادي يبانوا ليهم لي مارك طالعين بزاف بحال ميو ميو ولا بحال اللي عارضوا لهاد هادو غاليين بزاف ولكن في لي سولد راه كيهبطوا راه تبارك الله هادو منى تينقصوا في لي سولد تينقصوا يعني كيكونوا كيديروا 9000 درهم تيهبطوا حتى ل 2000 درهم 1500 درهم انا والله حتى كناخذوا بقل من 1000 درهم زعما غير باش ما يتحبش ليه راه باش من لا لا هي راه معطي تبارك الله طيبه ومتواضعه ما شاء الله بنت الخير ديال بصح ومتواضعه هادشي علاش نقول لكم هادي راه الجوره الفنه. شوفوا لي هاد لابارتي درتيها ديال السميطات اييه هنا هي السبيطات كاملين ديالها حطاتهم بهذه الطريقه وباقي شاده هاد ليوس راه داكشي غير مخبع البنات بغينا غير نوريوكم دابا هانتوما شوفوا هاد لي تيغواغ زوينين خذوا فكره البنات خذوا فكره على لي تيغواغ هاد البلاطويات بهذه الطريقه هادي تيهنيوك تيحطوا لك داكشي سامبل هكذا وزوين تيكون باين تيكون باين دقيق كتولي مضطر انك تحطي انا مزوقه فيكم لما تشوفوا فيا هي عباش تخدم ما خاصهاش تخدم بشي حاجه ضروري تكون بايتي وزبيونه وميم طوم مريحه ما شاء الله عليك وهنايا هكذا لي تيغواغ هكذا لتحت فين تحطوا الملابس الداخليه ديالكم وداكشي باقي مسكينه باقي كلشي عندها في لي فاليز وباقه هنايا فين دير لي ساك هادو ديال لي ساك هكذا لي ساك هانتوما تحطوهم بهذه الطريقه هذه تيجيو زويونين واللوينات يا اختي تيشهيو في لي ساك ما شاء الله. هنايا شنو غديري هنايا تعلق مازال واحد الاكسسوار مازال واحد الاكسسوار مازال ما جابوش حموده هنايا رساله حموده سربي عافاك انت هي مرتك غنديروها لك للناس جا العيد وما كانوش بقاو لي ماكازان ديال لي اكسسوار بالحق ورا العيد دابا هنايا راه لي بلاطو عندها الدجاج كامل ها هما دي بلاطو زوينين عندها فين تدير هي هادشي ها هما هادو راه دي بلاطو كاملين ها هما عندها باش تحط فيهم هي سميتو عاد تغطى بالجاج قلتي لي تغطى بالجاج وغيكونوا ديال لي زاكسيسوار مازال ان شاء الله ما كاملش ان شاء الله هذا راه ماشي ديال الروايح ياك ماشي ديال لي بارفان لا لا ديال لي زاكسيسوار غير دابا باش ما نخليش خاوي حطيتهم باش يبقاو بانوا ليا بعد شويه وهنا هي دوك لي بوكس ديالها عاد تحطهم تما
هنايا بحال هكذا هاد لي دو تيغواغ هكذا نديرو فيهم هاد لي ساكر مازال خصو يزيد لي زيتاجير مازال خصو يفرقهم. هادي راه كلها كل بلاصه تيدير المساحه ديالها بحال هكا 30 سنتيم ولا 40 سنتيم وتياخذوا لي ساك. هي راه باقي ما كملهاش ليها. ها هو بحال الفوق بحال هكذا هنايا ديال التعلاق. ها هو وهنايا بحال هكذا شوفي هاد الفكره مو فين هي؟ انا ندور عندك دابا. شفتي هنايا كيدير هكذا هذا راه ال راه داخل باش ما يضيعش الكوار بغينا نربحوه كامل. شوفي كيفاش داروا التعلق كيدير حتى داخله في وحده بحال كنربحوا هاد المسافه بحال دي ماكازان بحال عندك في المكازان باش يديروش ديك الكوار هكذا باش كنربحوا الكوار كامل مزيان. صافي هنايا التعلق ديالها ها هو راه معلقاه موجلي الباتا وداكشي وصافي. وهاد لابارتي هادي راه باقا خاويه فين عاد دير الحويجات فين عاد دير كلشي ان شاء الله. هنا حموده اجي فرق ليها عافاك ليساك مبهدلين حموده دابا بحال مثلا هنايا مولا ما خصهمش يكونوا كاملين مع بعضياتهم باش يبقاو منقيقين وهذا خص كل واحد يكون بوحديته باش كيبقاو مزيان. اي والله يسهل عليها. هي راه مفقوسه في الدريسين قالت لي لا 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 ما تصوريش. قلت لها عافاك هي فكره بسيطه وما شاء الله عليك باقي بغيتكم تشوفوا الحمامات لانهم فنين. تشوفوا تبارك الله الدار راه غزاله ولكن شوفوها مع كاميليا. هذا اوتوماتيك غير تندوزو من حداه تيشعل مخير موضوع هكا الا تبلي ولا شي حاجه مابقيتش تقلبي على الدفتروج كيكون كيشعل بوحديتو هكا مزيان. ولدي مستمتع هنايا عجبك الحال مستمتع مستمتع يا الله يحفظكم. هي الحمامات ديالها كبارين بزاف دخل دابا غير البيت فين كان نعس ولدي وبغيتكم تشوفوا. شوفوا هذا غير البيت ديال الوليدات. هذا البيت ديال الوليدات فين كان نعس ولدي دابا معاهم. ها نتوما شوفوا شكيلو زوين. حتى نبغي نقول الكلمه وقلتوا لي ما تقوليش ما تذكريش الله في الطواليت. ها نتوما شوفوا ها هي شوفوا الشكيل الغزال. هاد لي تيغوار بحال هكذا وهذا اللي بغيت نوريكم البنات. هاد هنا شوفوا بحال لا مغبغ وهو راه لا ما عرفتيش كيلو غزال بزاف. هاد المبل هذا منين خداته كلشي ان شاء الله تلقاوهم عندها في القناه ديالها تقول لنا عليهم كاملين. وشوفوا لي القفطان تيبان كلاس تيبان شي حاجه اللي زويده. وها نتوما شوفوا الجليج كله نوار هذاك الشريج بحال هكذا ما عرفتي الجليج عجبني هذا المغبغ هذا كاميليا هنايا ما عرفتي عجبني بزاف وتبارك الله كبير وزويون بزاف الله يسخر. انا راه خرجت من الطواليط البنات عاد تنذكر اسم الله. ها نتوما شوفوا هذا الشيء زوين هذا الشيء راه وعيتوني به غير نتوما الله لا يخطاكم عليا. وها نتوما هاي شكيل الغزال هنايا هذا الحمام والطواليط ديال الوليدات ديال البيت الوليدات اللي كنعس فيهم ولدي. قلت نوريو. اما البيت ديالها ما شاء الله حمامها كبير بزاف كبير مجال ما كملش ما شاء الله كبير فن نوار جغزال. هذا نوار بلو هذا غادي شويه البلو الا شفتي. هذا داخل فيه داك المغبغ في البلو راه ما بانش يا اختي في الكاميرا داخل فيه المغبغ بالبلو. حاولت كل بيت ندير لها صاندويتش ديالها. هادو منين خديتيهم فنين هذا من السيد اللي درت عنده لا كوموند فنين بزاف ما عرفتي زوين. هاد البلاصه هادي البنات نعطيكم فكره عليها الثمن ديال الاراضي كلشي ان شاء الله غير واحد انسامين ان شاء الله بما يحلوا مكاتب البيع هنايا ونوريكم بالنسبه للبنات ديال الجاليه اللي باغيين بالنسبه. وحتى واحد الدويره ديال ماما اللي في ازرو ماماها جات من ايطاليا وباغا تبيع واحد الدويره في ازرو غادي نوريها لكم ان شاء الله. هذا بيت البنيته هذا بيت بنيتها بيت بنت كاميليا. شوفوا شحال غزال اوه هذا زوين بزاف. هذا شوكولا هي عزيز عليها الشوكولا. انتم شوفوا هي دائما تتمشي على حسب لو تيم. هي عزيز عليها بنتها البيج الماغو الشوكولا مشات ليها في هذا لو تيم. هذا الاخر راه فيه البلو راه ماشي نوار هذاك راه بلو. انتم شوفوا الشكيل ديالهم كي داير هذا زوين. هانتي يا اختي هنا يا غزال هذا غزال بزاف. هاد الستيل هكذا ديال الخشب تيعجبني. هاد الستيل بحال هكذا المرايا ها هي غير سامبل وداك الديزاين دايز عليها ديال الليد راه باقي عاد تصيب. هادي راه كلها غتبقى تشعل دابا بالليد من هنايا. وهانتوما ها هي شكيل اللي زوين. المهم كل واحد عنده حمامه ما يدق عليك حد ما يبغي. والله لا ويلا نديو الوليدات يعوموا يلا يتعيطوا علينا منى. ها هو الحمام الاخر هذا زرق اوه على لون هذا زوين تاكوا هذا تاكوا
هذا ها انتم شوفوا على الوين هذا تيفتح هذا تيريح هذا الحمام ولدي النفسيه ديالو اصلا مطمئنه سبحان الله ظريف تيحماق عليا بعتي امجد تيحماق عليا بزاف تيقول لي منى 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 هانتوما شوفوا الشكيل هنايا بغيت لكم فيهم البوكس ديال الدجاج ان شاء الله كلهم غيوليو دايرين بالدجاج باقي ما كملش ليك الدجاج هذا الليد هذا اللي هنايا ها هو واحد الليد زوين بحال هكذا هنايا تيدار وباقي باقي غادي نجيب لها دي زاكسيسوار اللي غيتحطوا هنايا كلهم في هاد لا كولور انا راه تنشوف معها اليوم باش نجيبوا دي زاكسيسوار باقي داكشي خليه حتى الاخر ولكن شاركيه معاه مين تتشري وكل شيء عافاك ديري قابات قافك ها هي الفن ديال الفن مارتي ما شاء الله زوين هي راه قلتها برا ها هي شوفوا زوين 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 بزاف 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 عجبني هذا اللوين هذا مريح نفسيه مريح من داكشي ولكن الحمام ديالها خليته لكم بوحدو هذاك مستحيل نبينو انا خاصها تبينو لكم هي ان شاء الله في لي فيديو ديالها درت لكم سسبنس ويلا اختي نديو الدراري اليوم يلا دابا شويه غنمشيو بوحدهم على رجليهم قالت لي دابا شويه يمشيو على رجليهم يلا اختي يلا نمشيو نبدلو علينا قفطناتنا ونلبسو كسيوات زويونين من الكوليكسيون الجديده اللي عتجيب ليا فين غنبيع في المحل ديالي درتي تحطي هذه اختي هذا الشاب ديالي ان شاء الله يساعدكم معنا معتي هذا الشيء ديال لي طالي شي حاجه اللي كلاس شي حاجه اللي زوين الحرير زوين هذا الشيء زوين ومهم انت يا بالنسبه للكسيوات اللي غنلبسو حتى هما تجيبي تقريبا بحالهم هكذا ضروري يلا اختي نمشيو نديو للوليدات البيسين البيبان الفن البيبان ان شاء الله غادي تستافدوا معاها هما وبحال هكذا دوك سميتو هكا هذا الشيء هذا معتي القباص رائع والقباص اختي زوين القباص ما شاء الله على القباص تنمرتو كاينه عزيز تبارك الله عليك قباص في منتهى الروعه واعر 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 هذا هو الفنان اللي تنقول لكم عليه من قبيله قباص خطير هذا القباص هذا نمرتو كاينه كاملين صراحه حقيقه خدموا لك ظريفين ظريفين كاين عليه في الزليج الطوب ديال الطوب اللي بغى الزليج في الرباط ولا في التماره نتوما نشوفوا في الحمامات راه شفنا الحمامات كتبر بحال غدا كل حزوينه لكن لا جوانات لا حتى شي حاجه الله يعطيك الصحه عليك شكرا بزاف من هذا تبارك الله عليه وعزيز القباص في القبس محمود في الصباغه السيمون في الالومنيوم صراحه الدراري اللي كيبقوا هاد الكيب هذا كتخدم معايا هذه 10 سنين ماشي زعما يلا غتخدم معايا ولا شي حاجه على ضمانتي الثقه ولا كاليتي والثمن مخي القباص نمرتو درناها البارح في الفيديو درناها البارح اليوم غندير لكم النمره ديال الزلايج ان شاء الله يا ربي وصلها نبيع لك هكا حتى هي عزيز عليها تخدم مع الناس ديالها عزيز عليها تبينهم وعزيز عليها الحاجه الدور وتبارك الله هذا ديال كاميليا هانتوما شوفوا هاد الطريقه اللي صيب او زوين زوين وهذا الشوكولا اختي الشوكولا هو اللي خطير هانتوما معتي تبارك الله عليهم مصيبين داكشي زوين كاليتي فنه من داكشي ويلا هون هبطوا كاميليا عند الوليدات غيديروا لينا حاله انا هاد القضيه اللي عجبتني ان فوا تتعفط تيشعلوا زوينه اصلا باقي غادي تشوفوا الفراشه وتشوفوا شي حاجه ديال النخوه ان شاء الله الله يجيب الرزق الله يسهل يا رب الله يسهل ويجيب الرزق يلا اختي نمشيو نشوفوا ولادنا ديري حالها وجينا للبحر وجينا لهاد البلاصه هادي فين هنايا كاميليا فين هنايا هادي الصخيره طرق الصخيره هادي والناس ديال الرباط راه عارفين الصوره كاينين عندنا مزيانين الصراحه كلهم من الرباط حتى البوزنيقه وانت غادي على لاكوت طريق ديال البحر كامله انت كتبقى تجي من الصباح من الصباح وانت غادي حتى كتوصل بوزنيقه كلها بحورات تبارك الله كلها نقيه وعامره الدنيا اختي عامره معناتها راه تنهبط الكاميرا باش ما نشدش لكم الناس راه انتم شوفوا راه عامره الهي بعدا راه هي الهيها عامر وانت نتمنى ما نشد لكم شي حد ينوض ليا ما عرفتي تبارك الله الفن عجاو الوليدات وهربوا مشاو تيجريو ما عرفتش فين صدوا كاميليا دابا الدراري خاصهم البحر ولا بقيت في والله دابا شي غيبغي يمشي الجبل هادي سمع غدا يقول لك تبقى الجبل ان شاء الله لا انت اصلا غدا الازغو ان شاء الله الله يسهل غدا عند الوالده ديالها تما وباغا تبيعني واحد الدار تنتمنى كون عي صورتيها وحطيتيها لينا معتي كاينين لا كاين البنات ديال الجاليه تيبغيو السكن يشريوه بحال هكا في مناطق اللي سياحيه زوينه في ازغو حدا افران راه سياحي وثمن جد مناسب
في بال البنات ثمن مناسب ان شاء الله. المهم اللي مهتم يكتب لينا في التعاليق وتصيفطها ليه في واتساب وتوريها اليوم ان شاء الله. النوض اختي عند الدراري ما عاد في زاده النوض اختي النوض نقلب على وليداتنا وشوفوا تبارك الله فين هو امين. هيا هي بنت كاميليا راه هو ولدي بعدا ها هو اللي هي شوفوا تبارك الله شوفوا انتم راه الدنيا عامره ونوضوا نوضوا يلا نخرجوا يلا ندوروا شي جو زوين يلا اليوم العيد وثاني عيد هذه ماشي عطله ولكن نستغلوها ونرجعوها بحال شي عطله ونفوجوا على راسنا وعلى وليداتنا. الله يحفظكم الله يحفظ لكم وليداتكم والله يدخل علينا هذه العواشر بتيسير مولانا يا ربي. نمشي نقلب على ولدي ولكن راه ماشي تعاون هذا راسي راه نبيع راه غادي نبيعو هادشي كله ولادنا ما خلاهمش كلشي باغي حاجه ولكن كاميليا اللي قتلت لي بعدا كاين ما بان ليا شي وليد صغير تعطيه وتبارك الله عليك اختي سمعي منى سيدي العباد يا ربي يا ربي الله يسهل عليك هاي تابغي يا ربي ولكن راه ضحكاتني قالت لي نفرح الوليدات في هاد العواشر والله يفرحك دنيا واخره على اللي خطك علينا. انا خديت لوليداتنا وهي خدات لوليدات الناس الله يسهل عليها يا ربي مشاو ولا شاد لكم الارض ليه هاي يا الله يحفظكم ابنات الخير ومعتي البحر عامر الدنيا عامره خرجوا من داك المود ديال ديال الشوايه والفاخر هذا بركه نوضوا 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 بحق الله خرجوا خرجوا وليداتكم اجيو للبحر اجيو بالليل لهنايا شفت الطاقه الايجابيه بنا نقلب عليها شي عامره في العشيه تجيت اقامه الصباح دراعي وليداتنا تبارك الله وليدات كاميليا خرجتهم هذه الشاره تاع يا زويه ونصيره المهم انه واحد يربط كاملين مزيانين فين ما كنتو شتي واخا تكونوا في الدنيا ملابس طلعوا العين سردون انا بالضبط طلعوا العين سردون تكونوا في الراشد ياسر والزابوره تكونوا في الشمال فوزوا كما كنتوا المغرب تبارك الله صحاب تماره راه عندنا فين نمشيو رباط تماره سلاره موجود فين نمشيو تبارك الله معتيره بلاصه زوينه بنات الخير وها هي والله يحفظكم وشوفوا لي شوفوا لي نوريهم المنظر ديال البحر شوفوا واخا الدراري ها ما عسير البحر عامر ما بغيتش نشد معايا الناس ولكن عيشوا ها هي من بعيد ما جيتش حتى شي واحد باين بالضبط هاي راه عامر الليله ديال العيد ثاني عيد وعامر ها هي ثاني اليوم ديال العيد وعامر وليله العيد داك النهار جينا بالليل وعامر الدنيا في لاكوط هنايا انتم تبارك الله وبالصحه والراحه اختي يلا نوضي تفرقي يلا عاد كملي دابا احنا جينا من البحر السخونيه من داك الشيء عرفتي بردنا والله الا داز زويون وشوفوا شوفوا لي بردي وضروري شوفي العيد هو كنقولوا نسلتوا ولكن خاصنا نلقاو الماكله ديال العيد ولكن هادو اللي بغيتك تقولي لي عليهم ما عرفتي خلونا كمال الله يخليهم يخليهم هادو الصفه ديالك هادو كيقولوا لهم بشلحاتي كرداسين هو الكرداس كيكون فيه شي هاد اللحم والريه المهم والمصارم داكشي المهم هما اللي كتقدونا ما عنديش مع هادشي ديال الوالده معتي البنات انا عمري ما كليت الكرداس ما تيعجبنيش الكرداس مختلفين على الكرداس ولكن هادو مذاقهم زوين يعرفوهم يعرفوهم الناس ديال الرشيد حنا الحاجه تنديروه كبير مع الكسكسو بوحدو هذاك بوحدو هذا با هو صغير هكذا داك كنقطعوه كنقطعوه طويل وكنديروه كنديروه في الكوكوط تبين مع شويه لما ماشي بزاف نص كاس ولا كاس هكا كيطيب وعاد ديك الساعه كنديرهم في المجمره في المجمره في المجمره دارتهم في الكوكوط قالت لكم شي شويه بنص طيبه وعاد ديك الساعه دارتهم في هكذا في الفاخر باش تحمروا عاد شويتهم بحال هكا مذاقهم واعر 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 انا هادو ما موالفاش ناكلهم ولكن هادو تديرهم عندكم في البلاد هذه وصفه ديال الرشيديه ياك دابا الا درت القناه غادي نقول ماما تصورهم وتشوفهم ضروري معتي راه فنين ها هي داك الكرداس هو معروفين في البلاد هو بديك الطريقه اللي صغيره ها كرداسين تي كرداسين ها انتم شوفوا لي الوصفات كاميليا وجه اخر عاود الله يعطيك الخير هي هي قالت لي هي عجبهم لي دابا باش تشوفهم ما لكن ما ضاق زوين داخل في الكونجيلاتور هذا دخل فيهم دخل فيهم الحم فيهم الحم فيهم فيهم الكريشه فيهم داكشي بحال كنديرو في التقليه أيوة. هما كديرهم طوال وكتلوي عليهم مصران مزيان كيمشيو الكوكوط وعاد كيتقطعوا طريفات هادو كنديرو حنا في العراسات في العيد الكبير كيكونوا زوينين هما البنات ايوا باش نوريهم هما ملويين عليهم بحال هكذا دوك دوري دوري تشوف دوري لا انا لا لا هي الوالده ديال الماما كاميليا جابتهم لينا باش توريهم لكم بحال هكا شفتي راه مشرملين اييه لداخل الكبده اللحم
ريا لا مكانش الكبده، الريه المسار الغلاظ اللي فيهم الشحمه، اييه الاذان اللي كيقولوا حنا في الشحال كنقولوا اذان، اها اذان، اييه هو الطرف ديال اللحم، هذاك اللحم دوك اللحم ديال الضلوع، دوك اللحم ديال الضلوع ديال الضلوع قطعته هو طويل، اييه وال شوفي معايا الكرشه ها والكرشة سمعتي زويو هاي الحيمة هذيك اللي كتكون في الضلوع الريه أيه. الكرشة وداك المصرى الغليظ اللي كتكون دايره به الشحمة وعاد كتجمع بالمصرى الرقيقه زعما شي غنديروا والله الا الفن معتي هي طيبتهم شويه في الكوكو هادو مازال ما طابوش هادو كيكونوا بحال هكا هادو خضر طيبتهم طيبوا في الكوكو والله الا تبارك الله عليا درتهم لبنيتها باش تخليهم في الفريغو كل مره طيب شويه في الكوكوت وتشوي بحال هكذا وشوفوا تقطعوهم بهذه الطريقه تيجيو مذاق رائع حتى الوليدات تياكلوا اللي تياكل الكرشه وهذا اه تياكل هذا والله يعطيكم الخير والله يكبر بكم كيف ما مكبرين بيا وتبارك الله على كاميليا هذا هو الوجه ديال كاميليا دائما سبحان الله شعبيه شعبيه وديما تتبهرنا بشي حاجه عليها ما تنعرفوهاش الله يحفظك يلا اختي نتغداو يلا تا 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 هابي بيرثداي تو وليداتنا بلا بيسين هابي بيرثداي تو تاتو غوري ابطالي اني هادي امجد امجد اجي الله يحفظك يا ربي طول عمرك يا ربي يا انتي ديال المغرب خاف خاف ها واشكم مبروكة وعيد ميلاد سعيد انتي عيدت بحولي وبالحلوة اي لا صافي ما كاينش الريجي معك والله يعطيك صحيحتك الله يعطيك صحيحتك يا ربي والله يحفظك ليهم الله يحفظك لينا كاملين لا لا يخطيك العقبة لمية عام ان شاء الله أميمة ديال كاميليا عندها اليوم عيد ميلادها الله يحفظها يا رب خرجنا نتقداو واحد الفاس منى قالت نديروا لا عيد ميلاد مالها الله يفرحوها على بالها الله يحفظها غير شي حاجه ندوزو بها يلا ناخذوا الطوطه نتفاهموا معاها عندهم شي يكون عندهم شويه الحق مساكن والله يحفظهم لك يا ربي الله يحفظهم لك امين امين والله يحفظ لك وليداتك الله يحفظ لك وليداتك الناس ديال طاليانا حنا يفرحانين لكم الحبيبه ديالنا الله يحفظك الله يحفظك على الخير انا نخليكم على خير الله يعاونكم المهم درت لكم النهار ديالنا كيف داز النهار العيد كيف داز اليوم الحمد لله نهار ثاني عيد داز غزال تبارك الله اما وليداتنا تيعوموا هنايا ودوزنا نهير غزال عند كاميليا تتكبر بيا هاد السيده البنات بزاف وتتعزني بزاف الله يحفظها ليا يا ربي والله يحفظ ليها وليداتها الله يا رب العالمين تهلاو في راسكم بلوك جديد غدا غدا نبداو الخدمه ان شاء الله اجي ومرحبا بكم اللي باغي سميتو اللي باغي العبايات اللي باغي الصالون الحمام كلشي راه بادين لا انا لا كاميليا دوما ان شاء الله غادي نبداو الله يسخر لكم عواشركم بروكه